أما بفقرة جديدة ومساحة جديدة، ما فينا بصباحنا غير ما نمرق شوي هيك على موضوع الجمال والموضة. واليوم هيك نحن بتبديل الفصول من الخريف للشتاء، وكنا بصيف كان حار جدا. هدول الفصول بيعملوا أكيد أثار سلبية مو بس على البشرة وأيضا على الشعر. اليوم رح نحكي عن موضوع الشعر، أهم الموضات، أهم الأساليب الصحيحة اللي نحن بنقدر نحافظ على شعرنا فيها، وغيرها من المعلومات خبرنا عنا ضيفنا لليوم، وهو مصفف الشعر فادي عاشور. يسعد صباحك يا فادي. يسعد صباحك، كيفك اليوم؟ شو الاخبار؟ اهلا وسهلا فيك يا فادي. عم نقول انه احنا بدايه الفكره انه او بدايه المقدمه انه انتقال الفصول بين تبديل الفصول عم يعمل اثار سلبيه على الشعر، يعني وخاصه الصبايا دائما بيروحوا للصبغات. خلينا نحكي بشكل عام، شو هي العوامل اللي بتلعب دور بصحه الشعر؟ نحن العوامل اللي بتلعب دور بصحة الشعر هي الزيوت، زيوت الأرغان المليانة وجوز الهند، بحيث أنه نحن نغذي الشعر، بما أنه نحن طالعين من فترة صيف لعم نتحول لشيء اسمه شتاء. فهي كلياتها عوامل. الشمس كانت مضرة للشعر، مية البحر، مية المسابح اللي هي صبغات تماماً. فنحن في صبغات معينة ممكن نحن نستخدم فيها، من ضمنها زيت الأرغان ممكن يكون ممتاز للشعر بصحية كاملة يعني. فممكن كمان نحن نستخدم زيوت خارجة عن الصبغات بشتى الوسائل مشان نحن نظبط أمور الشعر ونعتني فيه. طيب فادي، اليوم معنا لوجين. صباح الخير يا لوجين، أول شيء كيفك اليوم؟ تمام. اليوم نعمل شيء للوجين على الهواء. تمام. ولكن قبل ما هيك ننتقل لعند لوجين، خليني أسألك سؤال. كثير من الصبايا بيروحوا على صالونات بيعملوا نفس لون الشعر، صبية بتقول أنا اللون طلع كتير حلو، الثاني بتقول أنا حطيت نفس اللون وما طلع نفس الشعر. تمام، هون لعبتنا بتبقى بقى مع البشرة، لون العيون. يعني هلأ مثلاً نحن كصورة مصورة فينا نقولها حاطين خلفية سودة، تمام؟ حاطين خلفية سودة، فعلى الفيس بدها تطلع كتير شيء مثلاً واضح أشقر، بدنا نحط وراه شيء غامق. فلما نحن البشرة عنا لما بتكون فاتحة بنساوي نحن لون غامق، ممكن يلبق فلنفرض للحمطية لسمرة، أما أنه مثلا كتير واضحة بدها تبين عيوب بالبشرة بالتعب بالعيون. حتى نوع الشعر بيلعب دور ب نوعية الشعر، هي صفة مجال تاني لون يعني الصبغة. أنا عم بقول تماما، يعني إذا الأرضية فاتحة غير حدا بيكون نحن أسمر شعره غامق. تمام، هي فكرة بس أنه نحن نلعب على بشرة الزبونة وعيونها. طيب شو رأيك نبلش للوجين؟ لوجين متحمسة اليوم هيك لنشوفك اليوم بإطلالة، شو حنعمل للوجين اليوم فادي؟ نحن عم نعتمد هلأ حاليا الموديلات البسيطة السيمبل طبيعي، لا حشوة لا قصاص لا سير، بالعكس نحن كل شيء طبيعي دارج بهي الأيام، ومنه كمان سريعة ومثالية لأي سهرة كانت شو من كانت نوع السهرة. طيب اليوم شو حنساوي للوجين؟ بداية نحن رح نساوي شيء صباحي هيك مسائي؟ لا صباحي، رح نعتمد شيء صباحي ناعم هادي بحيث انه يتماشى مع الفيس اللي عنا بجمالية مطلقة. طيب اللوجين طبيعة شعرها يمكن بتخدم هدول الموديلات الناعمة، صح فادي؟ طبيعة شعرها بالنسبة لهي بتخدم لأنه هي قصير، فنحن لو عنا مجال طويل شوي كان في شغلنا غير هيك ممتاز. طيب فادي، خلينا هيك كونه عم نشتغل مثل ما بيقولوا تسريحه ناعمه، نحكي اليوم شو اهم التسريحات اليوم، خلينا نقول الموضه، او اليوم انت فادي مع الموضه او مع اللي بيلبق للصبيه؟ نحن ما فينا نفوت كل شيء مع الموضه، في اشخاص ما بتلبق يعني مو انه ما بتلبق للموضه، بس في فيس مثلا بدنا نشتغل عليه نحن انه فلنفرض القشط. في اشخاص كثير لما نحن بنقشط لهم بيطلعوا كبار كثير بالعمر، فنحن لا بنعتمد على شو بيلبق للوش وشو هي الممتاز فيه. طيب اليوم شو خلينا هيك نحن عم نطبق للوجين هذا الموديل، نشوف اليوم شو الخطوات الاساسيه لتبلش يكون
شنيون صح او الموديل صح يعني. نحن فعليا عم نشتغل بس انه نعطي فوليوم للشعر بحيث انه نحن عندنا هون شعر ناعم كثير، بس نعطيه فوليوم مشان ما يلزق بارضيه الراس. وبنعمل يعني الموديل البسيط اللي هو عباره هلا دارج كثير الجدله التبريم القصص هي كلياتها الشيء الطبيعي السيمبل بس اللي يعطي حركه بسيطه. في صبايا بتحس انه حتى التنفيش ما بيزبط معهم فادي احيانا، يعني طبيعه شعرهم ما بتخدم التنفيش اذا ما كان في حشوه موجوده، بتكون ناعم كثير شعرها ناعمه ما بت هلا حسب هي اليوم ايد المصفف. تماما هي هي الفكره اللي نحن بنلعب عليها بالصالونات بحيث انه هيك شعر ممكن نستخدم له شيء خارج عن المصلحه اللي هي الاكستيشن. ننزل شيء اسمه اكستيشن بقلب الشعر، نعطيه بس كثافه وحجم بحيث انه يعطيني هذا الشيء، ما نلجا ابدا للتنفيش الاوفر. طيب فادي خلينا نحكي هيك شوي اليوم وقت اللي بيكون الصبيه ما بيلبق لها هذا التسريحه وما بيلبق لها الشنون، اليوم شو دورك انت ككوفير وعندك خبره يعني بهذا المجال؟ انا دوري بهذا المي اني اقنعها بشيء بيلبق ل اطلالتها لفيسها لشيء اللي لابسته اعتمادنا كليا. انا رح انضم لكم اللي لابسته منه بتعلم منك فادي ومنه بساعدك ومنه بزعلك لك الموديل يعني. تمام. طيب كنا عم نحكي على ذوقك، على كيف انت قادر يعني دخل ذوقك مع الصبيه. يعني انا بعتمد على لمستي اللي هي فعليا انه انا شايف عندي فيس فبشوف شو اللي البق شيء له وبنفذه على ارض الواقع. احيانا بتطلب مني انه مثلا اشخاص بتجي بتقلي شطلي، طيب في عندي انا فيس هون كثير عريض وملامحه كثير واضحه، لما بدي اشط انا بده يصير في ديفو بالموضوع. فانا بعتمد لا انه اشط بس بعمل شيء مناسب لإلي. طيب فادي اليوم خلينا هيك نستغل شوي الوقت نخلص تسريحك كرمال نعرض اليوم كيف حيكون الاخير. خلينا نحكي شوي عن المشاكل اليوم شعر، وكثير نحن اليوم عم نعاني من هي القصه وخاصه الصبايا اللي كثير عندهم بشغلهم، يعني نحن اليوم انت بتعرف كثير معرضين للاستشوار للحراره للسبري. اليوم في نصائح في خطوات مفروض نحن نتبعها لحتى نحسن من نوع الشعره ونحافظ عليها اكثر. الخطوات نحن اللي ممكن نتبعها ساعدك فادي. الخطوات اللي نحن ممكن نتبعها بهذا الشيء، نحن لازم اول شيء نخفف حراره سيشوارات بصراحه لانه كثير عواملها كثير مضره للشعره. ونستخدم دائما بين الاسبوع مره واحده او مرتين على القليله حمام زيت. شو هو الزيوت؟ بنقول حمام زيت، في ناس كثير بتروح بتطبق الزيت بالبيت يعني بتطبق الزيوت على ايدها يعني. هلا اكثر شيء معترف عليه هو زيت جوز الهند اللي هو اكثر شيء بغذي بصيلات الشعر. طبعا نحن بنعتمد باسلوب طريقه حط يعني توزيع الزيت على الشعر بحيث انه نحن نحطه بطريقه مساج وليس بطريقه عشوائيه. طيب اليوم ما بيقولوا دائما انك نبلش من فروه الراس هي الطريقه الصح. تمام. يعني مساج تحريك للدوره الدمويه اللي حتقدر تعطي هي الشعره. تماما نعطيها للشعره هي الحيويه، بنغذي بصيله الشعر بحيث انها تنعاد من اول وجديد، تعطي هي الشيء اللي نحن بدنا اياه لنوصل انه الشعره ما تنشف ما تتعب ما تتلف من كثر الحمامات من كثر الشعر من كثر حراره الشمس. كل هدول بنلعب عليهم نحن بحيث انه. طيب فادي اليوم قص الشعر دائما الحلاقين بيروحوا هاي الشكله مشان ما تقول ما ساعدتك اليوم. هلا هي شكرا لك. قص الشعر دائما انتم بتنصحوا فيه وبيقولوا انه اليوم في ايام افضل من ايام، هل هذا الشيء اول شيء صح يعني؟ هلا هو نحن يفضل انه كل فتره وفتره من شهر من شهر ونص للشهرين ماكسيموم انه اي حدا اي حدا يروح على الصالون كثير هيك يروح على الصالون يتقص الطرف بس لو اطراف الشعره.
لو اطراف الشعر بتروحوا بنقلكم تطريف، فانتم بتروحوا للقص. نحن في احيانا بيجي لعنا شعر كثير تالف، فهي ما عم تستفاد من طوله اوريدي، هي بس عم تشوفه انه هي انه هو طويل، فاضي يمكن طويل بس فاضي اطرافه طويل بيكون اكيد تماما. يعني هي شكله يعني شهر ونص اليوم الصبي مفروض تروح، شهر ونص تعمل اوريدي بيكون هيك رواق امورها. كل شهر ونص توقف يعني الصبغه هلا اعتمادا على هي الصبيه انت بدها تحب تغير امتى، بتحب تغير اللون اصلا اللون اولا. ثانيا نحن لما بنكون عندنا شعر مصبوغ نحن اعتمادنا على طول الجزر، بس طويل عندنا الجزر سنتي للسنتين كل 15 يوم كل 20 يوم بدنا نعمله. بعيدا عن الصبغات سحب اللون، هلا سحب اللون هذا يفضل للدرجات العليا اللي بده يوصل للاشقر البلاتيني فقط نعتمده، اما غير هيك انا ما بشوف انه سحب اللون متعب كثير للشعر. حابه اليوم شوفي الاطلاله الاخيره لإلك؟ تمام وين صرنا فادي؟ بقي خطوات كثير، نحن كرمال نكتسب شوي الوقت على الهواء. نحن خالصين تقريبا. شوف اللوجين اليوم بالاطلاله الاخيره لإلها. يعني بحيث انه يكون خلصنا هيك فادي؟ تماما هيك. طيب فينا يعني احنا سبري؟ في سبري؟ لا سبري كمان اليوم، حتى انواع السبري ممكن تعطي لمعة للشعر، ممكن تخرب الموديل احيانا، بتعطي انه هيك كثير. في نوعين للسبري، في سبري للتثبيت اذا كان في عندنا نحن حفلة كثير فيها فلنفرض حرارة حركة على حسب الاعتماد، فنحن بنستخدم السبري المثبت. وفي سبري هو فقط بس لضب نكشة. طيب الشعرة خلينا نستعرض اللوك الأخير للوجين على الكاميرا لو سمحتوا اليوم. افتي لي افتي الأفادي. اوكي يعني اليوم خطوات بسيطة، يعني اليوم عطت قدرنا نعمل شيء حلو للشعرة، شيء بسيط وملاب يعني مناسب للصبية لوجهها. شكرا فادي، شكرا لك، شكرا لك وشكرا لوجين، شكرا هالإطلالة الحلوة، لكل المعلومات اللي ذكرتها. هيك ان شاء الله بصباحات اخرى نعمل شيء ثاني اكيد. شكرا اكيد لألك. انا بتشرف فيكي. يا هلا هلا فيك. اما نحن رايحين